العشرات من أمهات الأسرى الفلسطينيين لم يملكن إلا الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله والابتهال إلى الله ألا يطول جوع أبنائهن في السجون الإسرائيلية وأن تمتلئ أمعاؤهم الخاوية بماء الكرامة وطعام الحرية. كلبي من جوا مكطم وكلبي وروحي وكل ما أملك معه. الأم يعني يوم تأكل وتشعر إن ابنها جعان، في أم تأكل وابنها جعان، أول شيء بطعم ابنها بعدين بتأكل. معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دخلت يومها الثامن وهي آخذة في الاتساع مع الإعلان عن انضمام مزيد من الأسرى إلى تلك المعركة في ظل رفض السلطات الإسرائيلية تلبية أي من مطالبهم الإنسانية وخصوصا إنهاء العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية للأسرى ووقف سياسة تكبيل الأسرى خلال الزيارات ووقف سياسة العقوبات الجماعية بالحرمان من الزيارات ومعظمها عقوبات اتخذت بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هي معركة بين الأسرى وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تأخذ طابعا سياسيا فرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في خطابه الأخير وفي إجراءاته القمعية البوليسية الإرهابية التي فرضها على المعتقل. من هنا يجب أن يكون هناك تدخلا سياسيا حقيقيا في هذا الموضوع. في قطاع غزة تنطلق التظاهرات الداعمة لموقف الأسرى وإضرابهم المفتوح عن الطعام وفي رام الله وسائر مدن الضفة الغربية تظاهرات واعتصامات مشابهة فقضية نحو 6000 أسير فلسطيني ما زالت من القضايا القليلة التي توحد شطري الوطن المقسوم. في ظل ازدياد وتيرة القمع والتنكيل بحقهم لم يجد الأسرى الفلسطينيون إلا أمعاءهم الخاوية ليخوضون بها معركة لتحقيق الكرامة وإن كانت خلف القضبان. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.